حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يممت نحوك كالظماء بلفحة الصحراء تلتمس الغدير وروده، فرأيت بين شروقه وغروبه صورا تعز على النعوت حدودا. مثلت خيرها ومثل شرها نفر، فكنت سما وكان صعيدا. ورأيتك العملاق جيدا متلعا ينعى على الأقزام تهطع جيدا. ورأيتك عقل الحصيف يشق أستار الظلام ويستشف بعيدا. ورأيتك النفس الكبيرة لم تكن حتى على من قاتلوك حقودا. برز إليه تميم بن قحطبة وأراد أن يقتل الحسين، فضربه الحسين عرضا فقطع رجله وألقاه على الأرض. عادة الفارس لما يقتل أحد ينزل إلى القتيل سلبه أو إلى الصريع يجهز عليه، وإذا هو على الفرس يقول له هل لك حاجة أسعفك بها؟ هذا وهو قد شد عليه يريد قتله، فقال بلى رجلاي لا أستطيع أن أقوم، فلو ناديت قبيلتي تأتي لترفعني من الأرض من أرض المعركة. وإذا ينادي على قبيلته تعالوا واحملوا أخاكم، فجاءوا يحملون أخاهم وفيهم شخص أخ له
من أمه يقال له ابن الفتى أو عمر بن الفتى، فجاء لكي يضرب الحسين أيضا ثأرا لأخيه لما صنع به، فحمل على الحسين فاضطرب به فرسه فألقاه في الأرض، فانصرف الحسين عن قتله وكان باستطاعته أن يقتله، فاعتزل ذلك الشخص لما رأى هذه السماحة وهذه النفس الكبيرة، اعتزل المعركة وقال لا ينبغي لي أن أقاتل هذا الرجل. ورأيتك النفس الكبيرة لم تكون حتى على من قاتلوك حقودا، فعلمت أنك نائل ما تبتغي حتما، وإن يك جسمك المقدودا. ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، لكنما قتل الحسين يزيدا. ولئن أراق اليوم زاكية الدماء فغدا ستحملها الشعوب بنودا. وها هي القوافل ترفع رايات الحسين وتتفاعل مع غايات الحسين ومطالب الحسين، وما جلوسنا هذه الليلة لتأبين عالم من علمائنا ومن علماء الأمة ومجاهد كبير إلا هو تعبير عن حمل تلك البنود، بنود الحسين. ولئن أراق اليوم زاكية الدماء فغدا سترفعها الشعوب بنودا. أحق راسك المقطوع يا الشمس الأمضية، للحشر ما ننسى مصابك والرزي، ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرانا، فتنا وفت قلوبنا ونكس لوانا، وتقطيع جسمك بالثرى قطاع أمعانا، وخيل وطت صدراك على حر الوطن، لداست يا بن حيدر على قلوب المحبين، وبقلوبنا نخليك عاري بغير تكفين، وذبح الطفل انساه هذا محال يا حسين، ولا ينسى ركوب الوديع على المطر. ويا حسين كنا نعتني لك كربلا نزول، بس ما نوصلكم وننظر ذيك القبور، ننزل الحاير بالبوانج ولا اطمل صدور، ونحوم مثل الجلب لو فارق حميه، ولكن الامر لله عليه توكلت واليه انيب، ولا عدوان الا على الظالمين. قال الجليل في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد:
إنما يخشى الله من عباده العلماء والله عزيز غفور. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه الآية أو هذه القطعة من الآية 38 في سورة فاطر تبين جزءا مهما من الحياة الدينية قائم على أساس المعرفة والعلم. المعرفة تسبب خشية الله، العلم يسبب خشية الله، فهذه أحد الآيات في مجموعة آيات تقدس العلم. هذه أحد الآيات التي تشيد بمرتبة العلم والمعرفة، وأن العلم لا يعامل بتاتا، لا يعامل معاملة مادية أو بالمقاييس المادية. ولذلك جعل الله العلماء شهودا على ربوبيته وعلى وحدانيته، وذلك لما عطفهم على ذاته وعلى الملائكة الذين شهدوا على توحيده. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو. الله يشهد على نفسه، وما أعظم شهادة الله على ذاته وعلى نفسه. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أيضا شهدوا بذلك، عطف على الله ثم عطف على ذلك العلماء. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. هذا الدين أساسا الذي يتمحور حول أعظم وثيقة وهو القرآن الكريم، أعظم وثيقة على توحيد الله والإيمان بربوبيته وشرح مضامين الذات الإلهية، هذا إنما يفهمه العلماء بالدرجة الأولى وكذلك الدرجة الأخيرة، لقوله تعالى: قل إنما هو آيات، قل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن هذا القرآن الذي هو آيات بينات يعني واضحات، القرآن واضح، يقول بين جدا جلي، آيات بينات محكمات واضحات، لكن لمن؟ في صدور من؟ في صدور الذين أوتوا العلم، وعلى رأس هؤلاء الأئمة سلام الله عليهم. فهذه الآية تشرحها الآيات الأخرى كالآيتين اللتين ذكرتهما: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني حص يقول فقط الذي يخاف الله هو العالم، الذي يخشى الله هو العالم. هذا يؤكده كما تقرؤون في سورة ياسين: إنما تنذروا من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. من هنا المعرفة شيء ضروري، العلم شيء ضروري، وبناء العالم، القيام بإعداد العالم هو المشروع الأنجح على الإطلاق. إذا بنيت وأعددت علماء وربيت علماء وساهمت وساعدت في إعداد هذا الكادر العلمائي، فإنك قمت بالمشروع الناجح لتوفير المناخ الديني وهو خشية الله.
ومحور الحركة الدينية والإسلامية للتغيير نحو الأفضل والأصلح قائم على خشية الله. ومن هنا كان مشروع إعداد العالم وإيجاد العالم كان مشروعا كبيرا، ليس مشروعا يعني هو هدف من أهداف الأنبياء، رسالة من رسالات الأنبياء. زين، لو أردنا أن نفكك قبل أن ندخل في سيرة الشيخ رحمة الله عليه، أن نفكك هذا المعنى الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليش؟ قالوا لأن العالم والعارف يعرف صفات الله، يعرف ذات الله فيخشى، أما الذي يجهل الذات الإلهية، يجهل مثلا بطشها، قدرتها، قيمومتها، علمها بكل الأمور، هذا اللي يخشى هذا الأمر ما يمكن له، عفوا اللي يجهل هذا الأمر ما يمكن أن يخشى الله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا أخشاكم لله، أخشى الناس لله ورسول الله لأنه أعرف الناس بالله، أنا أخشاكم لله. ومن هنا صار هذا العلم مو أي علم، مو أي معرفة، وإنما هي المعرفة بالله والعلم بالله. ولذلك هذا العلم من خصوصياته أن يحول الإنسان إلى عامل بما يعلم. ومن هنا ورد في تفسير إنما يخشى الله من عباده العلماء، ورد على أنه ذاك من وافق عمله علمه، ومن لم يعمل بما يعلم فليس بعالم. يعني الجملة والرواية لها مثل ما يقولان، مثل ما يقول العلماء في الاصطلاح، عقدان: عقد سلبي وعقد إيجابي. العقد الإيجابي يقول العالم هو الذي يصدق عمله بالعلم، أو يصدق العلم بالعمل، العمل يتطابق مع العلم والعلم يتطابق مع هذا عالم. يقابله نفي، يقول الذي لا يعمل بما يعلم فليس بعالم. ولذلك في الروايات المتقي عالم، يقال المتقي عالم، وإن ما راح دخل إلى معاهد علمية وما درس في الحوزة أصلا وما لبس عمامة، لكنه متقي، يتقي الله، هذا عالم. ليش مأخذ الأمر هنا؟ مربط الفرس من هذه الرواية التي تفسر هذا الجزء من الآية الكريمة. ولذلك الشيخ الجمري رحمة الله عليه، الذي هو مشروع علمي ناجح، هذا العالم المجاهد العامل الذي عاش ساحة الناس وعمل على حل قضايا الناس، تسلسل في مراتب عديدة من الكمالات، فهو قبل كل شيء من ضمن الأمور اللي هو هم تكلم عنها عن نفسه أثرت في نجاحه، وبالذات لما يتكلم عن خطابته وكيف نجح في الخطاب، من باب نقل التجارب يقول رحمة الله عليه، يقول الظرف اللي عاشه ظرف اليوت، توفي أبوه وهو ابن 10 سنين، اليتيم يتوفر إليه مناخ نفسي ومناخ أيضا اجتماعي يساعد على نبوغه وعلى نباهته وعلى صقله وعلى تكميله. وقد بالعكس مسكين هذا اليتيم يتوفر من خلال اليتم، يصير الأمر مقابل تماما إذا ما التفت إلى نفسه. لكن في العادة اليتيم يمتاز بالذكاء،
ولذلك هذا خلى هذا الإنسان يسعى في تطوير نفسه، فلذلك كان يسعى للكدح ولتحصيل المعيشة وهو بعد في سن الشباب، إلى أن ارتقى المنبر وهو صغير ابنه مثلا 18 سنة إلى ما شابه ذلك. إذن السبب الأول للتوفيق هذا الجو الذي عاشه كما هو يتحدث عن نفسه. الكمالات الأخرى التي يمكن أن نجدها أنه كان خادما للحسين ونجح في سن مبكر على الاستيلاء على منصة المنابر خاصة للذين يطلبون الوعي، للذين يطلبون المعرفة، للذين يطلبون العلم، واستفاد من خبرات الأسرة التي كان يعيش فيها مثل عم ملا عطية الجمري، ملا يوسف رحمة الله عليهما، وكل واحد منهم مدرسة، ملا عطية مدرسة وملا يوسف مدرسة أيضا خاصة في الحديث وفي الموضوع، وكان لهم نعم لهم عطاء منفرد خاصة في مجال الشعر كان الملا عطية، في مجال الحديث كان الملا يوسف، مضافا إلى ما كان عليه أيضا من الشعر ومن الجانب الرثائي. هو يقول أنا كنت أدون المواضيع اللي يلقونها وأسألهم وأستفيد منهم من عمي ملا يوسف ابن ملا عطية، عمه إذ هو والد زوجته، وكذلك الملا عطية نفسه، وكان حريص على التدوين، يدون ما يستفيده، وهذا من خصائص إثبات المعلومة في الذهن. أنت تحضر إلى مجالس محرم، روح بعد ما تنتهي من المجلس في مفكرتك شنو استفدت منه، اكتب اليوم الخطيب ذكر كذا كذا كذا، اختصر 3 أسطر رؤوس نقاط في 3-4-5 محاور اكتبها اللي استفدتها، حتى يكون هذه المجالس بحق تولد معارف وتولد أيضا علماء. فكل من يجلس إلى مجلس ومنبر الإمام الحسين يستفيد. كان يكتب يقول هذا ساعدني كثيرا، وإذا به يتفوق في مجال الخطابة، فليس فقط يقرأ في البحرين فيدعى إلى القراءة في الإحساء في مجالس الإحساء، وإلى القراءة في قطر وغير القراءة في البحرين. وكان مطلوبا، لما كان مطلوبا؟ للحس العلمي الذي كان يحمله، مع أنه بعد لم يذهب للدراسة في النجف، لم يذهب للدراسة في الحوزة، لكن كان حريصا كما ذكر على قراءة، يقول بعض الأحيان المعلومات فوق طاقتي فوق فهمي، لكن كنت مواظب على قراءة الكتب ليس فقط الدينية بل التي تتكلم عن اختصاصات أخرى. ولذلك يقول كان الناس يطلبون منبره لأنه كان يتكلم في الاقتصاد، كان يتكلم في السياسة، كان يتكلم عن الحرية، كان يتكلم عن الحقوق، كان يتكلم عن أمور كثيرة غير المسائل التي يكون عليها المنبر في العادة، الحديث عن التاريخ وعن السيرة وعن النصوص الدينية البحتة والقصص، لا كان يدخل في اختصاصات متعددة. هذا ساعد في بناء خطابه المنبري الذي راق للكثير من النخب، وكان يقول أنا أحرص على قراءة كتب الشيخ محمد أمين زين الدين رحمة الله عليه التي تمتاز بالتبحر والأدب والسلاسة والحياة أيضا تنضب زين. هذا في مجال الخطابة. في مجال آخر، في مجال القضاء،
بعد أن جاء من النجاف من ضمن المناصب التي كان قد قام بها لخدمة الناس، هو أنه كان قاضيا في المحكمة الجعفرية. طبعا اليوم الناس تنظر نظرة سلبية للقضاة، الآن ينبغي الإفراس أصل القضاء لا عيب فيه، وهؤلاء عندما يقضون ولو في الأحوال الشخصية في دائرة ضيقة أفضل من أن يقضي غيرهم من غير علمائنا، وتمشي أمورنا على ضوء شنو؟ على ضوء قضاء سني أو قضاء أصلا ما يرتبط بالدين بعض الأحيان، القضاء الوضعي. فلذلك كانوا يحملون إجازات من الفقهاء يدخل القضاء وعند إجازة، هذا احنا ما يمكن نتكلم عليه صحيح، وهذا راح يرتهن الآن بعض قرار في القضاء، مو في كل القرار لكن في بعض قرارات راح يرتهن للدولة، ما يوجد انفصال تام للقضاء عن الأجهزة الأخرى، فالقوة القضائية تابعة للقوة التنفيذية وتابعة للقوة الإجرائية وتابعة للقوة التشريعية، ما يوجد انفصال. القوة التشريعية موضوعة عند شخص محدد، فما في يعني من ناحية العملية، وإن سمعنا كلام كثير على مستوى الصحافة لكن ما في إفراز عن هذه القوة، وكلها بالنتيجة ترجع إلى شخص واحد. لكن إحنا من ناحية تمشية الأمور كان خدمة للناس مثل هؤلاء القضاة كالشيخ رحمة الله عليه، استمر سنوات في القضاء في خدمة الناس، هذا أيضا اختصاص قام به، يعني كمالات تجمعت في شخصه، وإن كان بعضها عملي قائم على مستوى إداري لكن قام الشيخ بها خير قيام. القضاء لفض النزاعات ولفض الخصومات، وتعلمون خطورة القضاء، القضاء فيه خطورة كبيرة على الشخص نفسه إذا أخطأ في حكمه وفي قضائه ولم يبذل الجهد، وكذلك فيه خطورة على المجتمع، ولذلك لا يتصدى إليه إلا نبيه ويحمل كفاءة علمية، وغير الكفاءة العلمية ذكاء اجتماعي، قدرة على فهم التواءات الخصوم عندما يحضرون، وقدرة على تفكيك الأدلة التي يستدل بها كل شخص. هذا مجال قام به رحمة الله عليه خير قيام إلى أن عزل من القضاء. بعد من ضمن الأمور التي كان عليها ككمال ما نستطيع نغطي، طبعا عمر طويل، عاشه الشيخ 69 سنة تقريبا، عمر طويل ومن بداية سنه يعني من العشر السنين وهو ابن معلم قرآن، أسرة متدينة إلى تاريخ، لكن احنا اخذنا بعض الشذرات ونكمل هاي الشذرات، منها ما كان عليه هذا العالم المجاهد، ما كان عليه من امام لصلاة الجماعة، هذه تأخذ وقتا طويلا ولا يعرفها الا من مارسها، صلاة الجماعة بالناس إذا يتواجد في الخمسة الأوقات، يعني في الظهرين والعصر والعشاءين والفجر، ويقوم بالمحراب خير قيام، صلاة الجماعة لها تأثير كبير على المصلي وعلى الجموع أيضا. من الميادين التي خاضها الشيخ حضور بشكل مكثف في الصلاة في محراب صلاة الجماعة. من ضمن الكمالات التي كان عليها هذا الشيخ كعالم انبسطت عليه خشية الله، فكان مثالا كريما لقوله تعالى إنما يخشى الله
من عباده من العلماء. من ضمن الكمالات التي كان عليها مجال التأليف، مجال التأليف غير ذاك اللي قلنا كتابة، لما يحضر مجلس، لما يحضر جلسة، لما يحضر مكان يكتب الملاحظات اللي استفادها، لا هو التأليف. مجال التأليف أيضا ليس كل شخص يوفق، هناك علماء أفذاذ، أفذاذ يعني علماء بمستوى الفقاهة، أخذوا شأوا بعيدا في العلم لكن ما عندهم أي مخطوط، أي كتاب، وما عندهم قدرة أصلا على إخراج المعلومات الموجودة في أذهانهم وعقولهم إلى صفحات الكتب. هذا فن يحتاج إلى موهبة ويحتاج إلى قدرة وكفاءة أيضا، مو فقط حرفية وإنما يحتاج أيضا إلى علم. فلذلك كان عنده بعض الكتب التي تحكي عن أدبه في الكتابة وتحكي عن معارفه، مثل المرأة في ظل الإسلام، لعله ثمانية مخطوطات أو كتب أو تأليفات ألفها الشيخ رحمة الله عليه. إذن هذا مجال من مجالات كمالات هذا الشيخ، ونحن نعرف أن الكتاب هو أثر ينتفع به الإنسان يوم القيامة، نعرف على أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها علم ينتفع به وهذا يتجسد في الكتاب. بعد من ضمن الكمالات التي كان عليها الراحل الشهيد الشيخ الجمري رحمة الله عليه، هو أنه كان قائدا ميدانيا لشريحة واسعة من مريديه ومحبيه، وقاد الأمة في ظرف عصيب، الظرف الذي كان محلا لقيادته كان عصيبا، الزمان والمكان أيضا، ولذلك كان قائدا صبر وعانى حتى دخل السجن على أثر مواقفه، والسجن لساعة لا لأيام ولشهور، السجن لساعة يضيق النفوس، والسجن لساعة ممكن أن يضغط على الإنسان أن يتنازل عن مواقفه التي كان عليها. فصبر في السجن أياما وخرج على ذلك الموقف، وإن دبلجت الأمور في بعض الأحيان بشكل وآخر، هذا مجال لا ينسى لمثل هذا الشيخ. نسأل الله أن يفك سراح أسرانا، أن يعجل في خروج المساجين الذين هم بأعداد كبيرة في بلد صغير. هذا مجال من مجالات الشيخ، وهو يحتاج إلى كلام حول نمط هذا الجهاد الذي قام به الشيخ. هذا الجهاد، لأن الإدارة والقيادة معناها التصدي لقضايا المجتمع، فلذلك كان جهادا. هذا الجهاد اكتسبه الشيخ بالخبرة، إذ أنه عاصر أوضاعا وهو في سن صغيرة، عاصر أوضاع الشهداء، فهو يتكلم عن الشهداء الأربعة الذين سقطوا قبل 30-40 سنة، أكثر في الخمسينات، الذين سقطوا لما صار الظلم على البحرينيين وأفرزت الأمور بشكل طائفي، واجتمع جماعة راحوا لمسجد المؤمن، واعتقل أحد الشهابين من الدراز، وخرجوا الناس إلى القلعة وقابلوهم برشاشات وأمطروهم بالرصاص الحي، فجرح من جرح واستشهد من استشهد، أربعة شهيد من المالكية، شهيد من المعامير، شهيد من مقابة، ولعله شهيد آخر رابع من الدراز.
يذكر هو في حياته لما يتكلم عن حياته يذكر هذا الوقت. إذن خبرة ميدانية من الصغر كان يعيش هذا الهم. ومن شروط القيادة الناجحة الحس المرهف الذي تحسه بالجماهير. هذه بعض الميادين والكمالات، لكنها كلها تنصهر عندما تصل إلى كونه عالم. قضى شطرا من حياته في طلب العلم في النجف في تلك السنين العجاف، لكنه حصل على المعارف وجاء بمستوى الساحة بفضيلة، لأنه دعي للبحرين ويترك مستقبله العلمي. وما أدراك أن يترك الإنسان مستقبله العلمي، فترك مستقبله العلمي في النجف لما دعاه الفضلاء والعلماء كالشيخ عيسى أحمد قاسم، دعاه للمجيء في أوقات كان الشيوعيون يستولون على عقول الشباب، وكانت الحياة السياسية مزدوجة في الجانب الفكري وفي الجانب الحكومي، فأرادوا أن يدخلوا الكتلة الدينية إلى المجلس الوطني والمجلس النيابي، فاستدعي الشيخ من النجف، وكان ملا عطية رحمة الله عليه كان في النجف للزيارة، وقال له لا بد أن ترجع لكي ترشح نفسك. هذا ليش؟ هذا للفضيلة والعلم الذي كان يحمله هذا العالم، هذا الذي هو وسام غير الأوسمة الأخرى، وهو وسام الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. لعزة الله، لمعرفة العالم بالعزة، لمعرفة العالم بالاقتدار والجبروت عند الله تهون عليه كل الأمور، فلا يبالي بأن يتعرض إلى السجن، بأن يتعرض إلى القتل، بأن يتعرض إلى الاضطهاد، بأن يتعرض إلى أنواع الأذى النفسي والجسدي. وهذه هي المدرسة، هي مدرسة أبي الضيم، مدرسة أبي الأحرار الحسين بن علي، الذي سن سنن الإباء وقعد قواعد العزة والصمود لمن أراد أن يتمسك بهذه الحياة الطيبة. ولذلك كان الحسين سلام الله عليه معلم الإباء، تعرض سلام الله عليه إلى أنواع الأذى من التشريد ومغادرة الأوطان، فترك وطن الجد ووطن الآباء وخرج من بلد إلى بلد، تعرض لأذى آخر، رأى ما عليه الزحمة والأذية التي كانت تعيشها أسرته الكريمة من نسائه وأخواته وأبنائهم وبناتهم من بلد إلى بلد، وكان يعرف أن بعد قتله الأمر أيضا سيكون أكبر، وكان يعرف مستقبل هذا الأمر بشكل واضح، ولكن مع ذلك خاض الطريق بكل صمود وثبات. وإذا بالحسين سلام الله عليه يقول لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، وإذا به نعم يضرب تلك الدروس وتنعكس حتى على أولاده وعلى أخواته. وإذا بزينب سيدتنا زينب تجالد كأخيها الحسين في التبليغ لرسالته، حتى وقفت في المجالس كأمها الزهراء. هذه بنت علي التي لا تقف في مجالس الرجال
ولكن لما اقتضت ضرورة الوضع استثناء فمثلت الموقف الفاطمي من جديد. لما وقفت فاطمة الزهراء أمام الغاصبين وقفت سيدتنا زينب أيضا أمام يزيد وقالت له بكل شموخ وعنفوان: كد كيدك واسع سعيك وجاهد نصبك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد. ولكن عز على سيدتنا زينب ما رأته من مصائب، هذه أيام رجوعهم وأيام الشام، ما رأته من مصائب. من هذه المصائب التي رأتها سيدتنا زينب، رأت رأس أخيها الحسين أمامها في الطشت، وذلك اللعين يقرع بمخصرته ثنايا الحسين، فنادت: وأخا، ونادت البنات أيضا: وأخا وأبتا، هذا وذاك اللعين يضرب ثنايا وأضراس الحسين بمخصرته وقضيبه غير متأثم ولا مستعظم. وسيدتنا زينب تنظر إلى ذلك الفعل والصنع الذعر المهيب، فنادت ومعها الأيتام وقالت: ما توهمت يا شقيق فؤادي أن هذا مقدرا مكتوبا، يا أخي فاطمة الصغيرة تكلم، فقد كاد قلبها أن يذوب ما أذل اليتيم حين ينادي ولا يرى أباه مجيبا، أن عسى ننجت الواروح وياك ولا شوفتي مخضوب بدماك، يا ريف اليتامى لا عدمناك، وشوف الرجس يضرب ثناياك، وشوف الرجس يضرب ثناياك، يا حسين راسك حين شفته تلعب عصي زيد على شفته، ذاك الوقت راسي لطمت وصديت للطاغي وندهت، لكن شتمني وتعدت لشتمته، إلا يا سلوة الهادي ومهجته، يا أخو مثلك ضيع أخته، يا أخو مثلك ضيع، يا أخته، يا ويلي يا ويلي، لكن معذور يا الحزاو رقبته يا سنة، أنا علي الدهر سيف الجور سنة، يا فرض عندي البجا والنوح سنة، يا ليش قال حسين بخيزر أنا انضرب سنة، يا وزينب تنظر يا بعبر جرية، يا وزينب تنظر بعبر يا جرية،
بمجلس يزيد مخدرت حيدر الكرار من غير والي تصفق اليمنى بليسة وسجادهم واقف ودمع فوق الخدود مريض وجسمه منتحل من ثقل القيود وزينب تنادي للدهر بالولي عود وتعود دولتنا وترجع ذيك الأوطان أنا الذي ما سمعت الأجناب لي صوت من حول خدر رجال ما ترهب من الموت وبيت النبوة ما جرى مثل بالبيوت حولي يا اخوان وتهزم العسكر الجر انا لو اردت ازور المصطفى وياي حدا وكل اخوتي حولي وحول سيوف تشهى ولا واحد الشخصي من الأجناب ينظر بهالحال من داري إلى مسجد المختار صاحب الغيرة يطفي أنوار القنادي خايف علي تنظر الشخص الرجاجيل واليوم اطب حسرة أيوة زينب واليوم اطب حسرة بمجلس الضلين بعد المعزة يا علي دهري علي جار الدهر وفنا رجالي والصنادي ما ظل لي غير العليل هنا أحلى القيل هذه يتامانكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائي وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك أمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك إلهي بالحسين الوجيه وأمه وأبيه وجده وأخيه والتسعة المعصومين بنيه وبحق قبره وزائريه ومحبيه ومجاوريه خلصنا من الهم الذي نحن فيه يا قاضي الحاجات يا سامع الدعوات يا منزل البركات يا كاشف الكربات اللهم اشف مرضانا فك أسرانا اقض حوائجنا ارحم موتانا اللهم رد زوارنا سالمين إلى سالمين اللهم احفظ العتبات العاليات والقباب المقدسات وأضرحة سيدتنا وأئمتنا وأبناء أئمتنا اللهم احفظهم بحفظك من كيد الإرهابيين والتكفيرين واحفظ زوارهم من كيد الخائنين ومن إرهاب وكيد المخابرات الدولية والمحلية والإقليمية ومن كل شياطين الأرض يا رب الأرباب يا مسبب الأسباب يا فاتح كل باب افتح لنا بابا هو باب الرحمة وسبب لنا سببا فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك اللهم استجب لنا فيما سألناك من حاجاتنا وفيما غاب عنا اللهم بحق من دعوناك بهم استجب دعاءنا المرحوم المبرور
والأب الوالد الفد العلامة المجاهد الشيخ عبد الأمير الجمري، اللهم اصعد إليك بروحه وارحمه رحمة الأبرار، واجزه عنا وعن شيعته أمير المؤمنين خير الجزاء. اللهم احشره مع الطاهرين المطهرين من آل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم احشرنا معه عند مليك مقتدر، عند الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام، إلى روحه وأرواح العلماء الماضين والشهداء والصديقين وأمواتكم. للجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات.